نصب اللبن الجميد على الرز واللحم والمكسرات بطريقة مميزة حقيقة وشهية. بهذا الفيديو أصدقائي أعرفكم على وصفة سريعة وسهلة لعمل المنسف الأردني على الأصول. الطريقة كالتالي أصدقائي: أولا نحضر لبن الجميد البلدي، نكسر الجميد ونفتته ونضيف عليه الماء الحار ونصفيه ونضعه على جنب. بعدين نسلق لحم الخروف البلدي مع الهيل والبصل والكركم حتى يستوي، ثم نضع مرقة اللحم على الجميد البلدي، ثم نضع لحم الخروف. نحضر الرز المصري المغسول والمنقوع ونحمصه مع السمنة ونضيف الملح والكركم والماء المغلي حتى يستوي. نضع خبز الشراك، ثم نصب لبن الجميد على الخبز، ثم نضع الرز واللحم والمكسرات والبقدونس وخاصة اللوز حسب الرغبة، ثم نضيف اللبن على الرز واللحم ولا أروع. ويتشكل أمامنا أصدقائي هذا المشهد الجميل، المشهد الرومانسي، المشهد الرائع للمنسف الأردني، أكلة مشهورة ومحببة بالأردن والوطن العربي حقيقة. لها طريقة خاصة بالتحضير وعدة طرق، يعني كل على طريقته كما يقولون. قدمت لكم وصفة سريعة وسهلة لعمل المنسف الأردني على الأصول. تحياتي. واو.